مذيل بختم وزارة الصحة ولقاء 850 دولار فريش، حصل أحد مرضى السرطان على دوائه ديليفري من السوق السوداء بعد تعذر الحصول عليه من الصيدليات المعتمدة من الوزارة، رغم أنه تسجل على منصة ميديتراك وحصل على الموافقة ورغم محاولته التوسط لتأمينه. هذا اللي كشفه مقال صحيفة نداء الوطن. انتقادات كتيرة عم بتطال المنصة. مصادر متابعة للملف ما نفيت عبر الأو تي في وجود الثغرات، لكن ردت سبب ما يحصل إلى المتضررين من المنصة، لا سيما بعض شبكات تسريب الأدوية بين بعض المستشفيات والأطباء وربما الصيادلة. فعلى سبيل المثال وبحسب المصادر دائما، قبل منصة الميديتراك كان في 700 مريض مسجل بسرطان الرئة، ولكن بعد المنصة تبين أنه العدد 400. للاستيضاح أكثر عن الموضوع وعما حصل مع المريض، الأو تي في تواصلت مع وزير الصحة لنفي الاتهامات بوجود المحسوبيات بالوزارة، مؤكداً أنه الدواء عاد وتأمن للمريض عبر نظام التتبع بعد حل المشكلة اللي كانت أنه أعطى اسم أكثر من صيدلية للاستلام. أما عن الفرضيات المطروحة على وجود ختم الوزارة على العلبة فأوضح الوزير: من بعض اللي بيزوروا الأدوية أو بيهربوا الأدوية بيحطوا عليها ختومة لحتى الناس تصدق أكثر، يعني المريض أيام لما بيجي بياخد علبة مختومة مثلاً وزارة الصحة بيصدق أنه هيدي العلبة مزبوطة مش مزورة، وممكن تكون من الأشياء اللي من قبل، يعني من اللي كانت والله طلعت من المخزن أو مريض كان أخذها أو مزور كان مثلاً روشتة إجا أخذها من الكارانتينا. نحن يعني كل هيدي المشاكل اللي كانت موجودة قبل ما هو النظام الجديد هو اللي صلحها، ولكن هل ممكن يكون هيدي العلبة؟ نحن ما بنعرف، إذا ما نعمل تحقيق ونشافت العلبة ما بنعرف من وين هيدي العلبة إجت وشو قصتها. فبرح تفتحوا تحقيق؟ نحن عم نقول إنه هل هذا النظام اللي موجود حاليا هلا بيحمينا إنه هالموضوع يتكرر؟ الجواب نعم، النظام الموجود حاليا بيحمينا من إنه هذا الموضوع يتكرر. رح ينفتح تحقيق بالموضوع؟ نحن دائما عن أكيد بده ينفتح تحقيق، ودائما نحن بهيدا المواضيع نحن عم نتبع بالسوق شو عم بيصير، ولذلك إن كانت ناتجة عن تزوير أو كانت ناتجة عن تهريب أو كانت ناتجة عفواً عن سرقة، كلياتها هيدي بده يتخذ الإجراءات فيها. أهمية نظام التتبع لضمان وصول الدواء لمستحقيه بالأسماء ما بيلغي محاولة بعض المرضى الوهميين التسجيل للاستفادة ومواجهة بعض المرضى الفعليين صعوبة بتأمينه. فحتى الساعة ما عم فيها الوزارة تأمن الأدوية لأكثر من 80 ل 90% من المرضى.